لنشوف. علب كبير. هذا بوري صوبيا. نادرة شو هالحكي؟ عم بمزح. شبكي انتي؟ اسكتوا خليني اعرف كمل. ليكي وين جميلة؟ طلعي قلب كبير مو شايفتي؟ شايفين. يلا بقى اوف. في نور قوي وشجر على طول الطريق، وهذا معناته انه الطريق منيح لكم اثنيناتكم. انتي وهذا الرجال ماشيين. ان شاء الله يا رب الله يسمع منك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بنتي أهلين مهند. أهلين. كيف جميلة؟ ماشي الحال، عم تتعود على الوضع. حبيبة قلبي يلا روح غسل والسفرة جاهزة. أنا ما بدي أكل. معقول مهند؟ أنا حضرت لك كل شيء وعم نستناك. أنا يا أمي مو مرتاح أبدا، فما فيني أكل ولا لقمة. خالتي بلا ما نضايقه هلا، بس يجوع بياكل، لا تاكلي هم.
الوضع سيء. عرفت جميلة شيء؟ ما بعرف شرف، بجوز انه تكون عرفت، يمكن المحامي اتصل فيه من بعد ما انا رحت. الله اعلم شو بيكون وضعه هلا. الله يكون معه. والله يا مهند مو حابب زيد عليك، بس بعد الإفادة اللي قدمها بدر موقف جميلة رح يكون صعب كتير. نهى خانم، أنا عم ساوي لبنا مفاجأة حلوة كتير. دخلت بمناقصة الأرض الكبيرة ونحن نبني عليها سكن للأيتام. الأرض يا خانم كتير كبيرة، وفينا نبني عليها مجمع سكني واسع وكل الأوراق قانونية، ودفعت الدفعة الأولى من شان المناقصة. يعني إن شاء الله كم يوم رح نبلش بالشغل. حلو كتير، بس للأسف ما رح تكون مفاجأة لبعنا، لأنه اعتبارا من أول الشهر الجاي زوجتك رح تسحب التوكيل يلي عملت لك يا مؤيد. أنا طلبت منها أنها تسحب، ومشان هيك وقت المناقصة بعنا هي اللي رح تكون مديرة هذا المشروع، ووقتها أكيد ما رح تتفاجأ. طبعاً فكرة حلوة يا خانو، مهم كتير إنه بنا تستلم المشروع. هيك رأيي. المصنع عم يستنى خبر منا، لازم نبدأ بالشغل. عفواً بعد إذنك. إيه؟ مؤيد ممكن نحكي؟ بعدين زينب. اتمام الاتصال، الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه، يمكنكم ترك رساله صوتيه بعد سماع الصافره. ميلدا الامور تعقدت، لازم نتحرك باقصى سرعه مشان المناقصه، اتصلي فيني فورا. الحقيقه انه نحن تاخرنا كثير عن موعد بدء الانتاج. اي تصاميم وافقت عليهم؟ مو هدول. وين راحوا؟ ها؟ وهي لقيتهم. ابعتي لي هدول فورا، وخلي لي نسخة منهم لشوف. سمعتيني مو هيك؟ اليوم شفت مؤيد وسمرة عم يحكوا مع بعضه. شفتهم وأنا جاي لهم.